أو دارجين دونك تقعدوا معنا في ويكاند بلوس حتى للستة متاع العشية. والأربعة مش مستقبلوا مدربة في التنمية البشرية نجاح جنر اللي مش تكون حاضرة معنا وتجيب على أسئلتكم الكل. أي واحد عنده أي سؤال يحب يتفاعل معنا يكلمنا على 72-328-500. عاودوا النمر 72-328-500 ومدام نجاح جاوبكم على أسئلتكم الكل فيما يخص الحجر الصحي وتبعاته السلبية ولا كان ناس مقلقتهم حاجة في علاقاتهم ما بين العائلات وغيره. دونك تنجموا تسألوها على 72-328-500. نحكيو توا على لميا مواطنة تونسية كلمتني تستغيث. الحقيقة المواطنة هذه تسكن في الزهروني، هي معينة منزلية، رجلها عامل يومي في الظروف هذه قاعدوا في الدار من غير خدمة ولا مورد رزق. المرأة تقول راني جيعانة كاريمون، ما عنديش باش ناكل، كارية ب 260 دينار الكريم وش خالص زيد حبلة، وعندها صغير مازال يستعمل في الكوش والحليب. دونك شنو المطلوب؟ كيفاش نجمو نعاونوا المواطنة هذه؟ ناخذوا الإجابة من عندها توت شويت معنا لميا عبر الهاتف. مرحبا. الو مرحبا بيك. وبيك يا عايش كاشخ. مرحبا بيك. بي قوي صوتك شوية باش نسمعك بالقدا يا لميا. باهي نسمع فيك. ايه نسمع فيك. الو كيما كنت نحكي لميا كيفاش قاعدة تعيش انت؟ زيد فسرنا شنية ظروفك في زمن الكورونا، شنو المطلوب ولا شنو تستحق بالضبط؟ والله انا اختي ظروفي يعلم بيا كان ربي، فهمت؟ معناها راجلي بطال مريض، انا كيف كيف زاده معناها توا قادم على ولاده، عندي طفله صغيره حالتنا حليله. قداش عمرها بنتك؟ انت عمرها عامين وستة شهور. عامين وستة شهور، معناتها مازال تستعمل في الكوش؟ مازال تستعمل في الكوش والحليب، وانا ما لقيتش حتى حل، ولا حتى واحد معناها موقف معايا، ولا حتى عطار باش تمشي له باش يقول لك اعطيني الفلوس. انا ما عنديش فلوس. لا عندي فلوس، لا عندي باش نتنقل، لا عندي، انا اصلا معناها نقف ندوخ، انا كمراه حبله باش نسقى ولا باش نفطر فطور الصباح ما فماش، لا فطور صباح لا فطور نهار، معناها عايشين هكاك. طفله بالحليب يلزمها حليب، تشرب الحليب ما فما، ما تفهمش حتى شيء، تقولها معناها ما تشربش حليب ما تفهم حتى شيء. فهمت؟ وضعيتي معناها يعلم بيا كالربي، حتى فما إعانات. مشيت للمعتمدية انت؟ مشيت للمعتمدية ما فما شيء، فهمت؟ لا عندي كرني الابيض لا كرني الاصفر لا حتى حاجه ما عندي. مشيت كل شيء مسكر ما فما شيء. واضح. بشنو النداء اليوم اللي تحب تقدمه؟ والله يعني انا نطلب من اهل الخير ويرحم والديك ووالديهم، كان ينجموا يعاونوني في ظروفي هذه. انا ظروفي من قبل تعبه، زاد كملت حكايه المرض هذه. يرحم والديهم كان مش يعاوني في حليب ولا في لبسة، وانا قادمة توا على ولادة، معناها حتى الطفلة اللي باش نولدها ولا الطفل باش يجي ما عنديش حتى حق حليب، ما عنديش شكون باش يعطيني، ما فما حتى شيء. ونشوف كان فما حتى إمكانية بعد ما توفى الوضعية هذه، على الأقل حتى خدمة الراجلي ولا مهم يعاونوني، معمولكم الربي. واضح. انا حسب انت حكيت لي معناتها انتوما كنتوا على الاقل ما توحلوش كيما تو، معناها كل نهار بنهار، وهو عامل يومي ماهوش كيما تو. هو عامل يومي كل نهار بنهار، هو عامل يومي وحمال، كان يخدم مسكين معناها الحمد لله ما باللي كتب من ربي. كنت معناها حتى مرضى الدار اللي نسكن فيها ماهيش دار، كنت نسكن في جراج معناها ربي سبحانه والسيد هذا حللنا الدار، قالت فضله ما تخلصوني في كراين. واضح. احنا الحقيقة فما شكون سمع بوضعيتك حتى هوني في نابل حاب يعاونك، انت في الزهروني دونك فما مشكل في الديبلاسمون، يعني حتى الناس اذا كان يسمعوا فينا من منطقة قريبة للزهروني، ناس قراب الغاديكا بربي ينجموا يتصلوا بيك. انت قلت لي نجم نعطي نمروك؟ اي نجم نعطي نمرو، ما عندي حتى مشكل. نجم اللي يحبش يجي يعاوني يجيني يشوفني وكيفاش نسكن. انا نسكن في بيت برك، معناها دار واسعة والحمد لله، ما عندي بيت برك، لا عندي فرش لا عندي جريه باش نرقد عليه كيف العباد، ما عنديش. وضعيتي تعبه، فريجيدير حتى باش نحط حتى حاجه ما عنديش، فريجيدير مكسر، اللي يحبش يجي يشوف وضعيتي يجي يشوفني كيفاش انا عايشه. واضح. بالحق ظروفي تعبه، ما نشكوى ربي، ظروفي تعبه، ما لقيت حتى واحد يقف معايا.
واضح خاصة في ظروف كيما هكا. خليني نعطي لطف عليك خليني نعطي نمروك أنا للناس اللي يسمعوا فينا وكان قراب الغاديكا ولا ينجموا يصرفوا يعني ينجموا يعملوا ديبلاسمون ينجموا يوصلوا لك حتى اللي ما ينجمش بالفلوس راو بالماكلة ابسط حاجه. انت قلت اي فوالا انت قلت رانا جيعانين هكا قلت لي في التليفون وتو عاودت انا وبنتي قلت لي فوالا قلت لي على الاقل بمواد اساسيه بحاجه تنجم تطيب بها هي على الاقل ما يسالش الكري ينجم يصبر عليها شويه اي حاجه ينجم يصبر اما عبد ما ينجمش يجوع هذاك اذا كان واحد يحب شي عامل يوجه الله يرحم والدي الوقت الحالي انا كوش بنتي وحلي بنتي وحاجه راني ناقف ندوخ راني طوى انا حبلة في الثامن ناقف ندوخ ما نجمش حتى ناقف واضح بي خمعتي نمروك 51 034 522 نعود النمر الناس اللي يسمعوا فينا يحبوا يعاونوا مدام لميا اللي قالت ان هي كانت تخدم معينة منزلية تاو بيان سور ما تنجمش تكمل تخدم في الأوضاع هذه اون بلوس حبلة راجلها عامل يومي ظروفهم تعبة اللي يحب يعاونها يكلمها على 51 034 522. شكرا لك لميا يعطيك الصحة يرحم والديكم ويرحم كل واحد اللي باش يعاوني لوجه الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتفاعلوا معنا ويتصلوا بيك ويعاونوك يعطيك الصحه لميا ان شاء الله نكلمك مره جايه وتقول لي راني لاباس وراو كلموني وراهم وراو جاتني برشا مساعدات يعطيك الصحه لميا وربي يفرجها يعيشك شكرا عليك. للاسف هكا يعيشوا بعض المواطنين التوانسه هكا يعيشوا في زمن الكورونا وانا نخليهم مع غنايه اللطفي بوشنيق هذه